بقولوا عني إرهابي وأنا مش إرهابي، شو بدي أعمل يا أمي؟ أخدوا مني كتابي وربطوني وغموا عيوني وحطوني بدبابة، رموني بغرفة عتمة وحطوا علي رقابة، حرموني ياكي يا أمي وحرموني أصحابي، اشتقت الراحة مدرستي واشتقت الألعابي، لقسم بدمع الطفل بدم الشباب، رح ترجع إلنا القدس راح نحرر كل شبر من إيدي الأغرابة. برافو، زقفي 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 زقفي.